مكملين معكم وحنروح لفقرة جديدة ضمن صباحنا لليوم. مرض التوحد اللي هو من أهم الأمراض الاضطرابية العصبية واللي ممكن يودي لمشاكل تطورية ونمائية حيرت كثير من العلماء في طريقة العلاج. اليوم موضوع علاج التوحد بالغذاء والحمية الخاصة أثبت العديد من النتائج الإيجابية على الأرض وكان له تقدم ونتائج حلوة بعلاج الأشخاص، ممكن يشفى وممكن يكون الشفاء بنسبة كتير عالية. لنحكي عن هذا المجال ومجال الغذاء والحمية ضمن مرض التوحد. حيكون معنا الدكتورة ثواب الغبرة. صباح الخير دكتورة، أول شيء كيفك؟ صباحكم يا أهلا وسهلا. والله تمام الحمد لله. يعني كثير بنحكي بامراض التوحد، كنا عم نشوف اليوم عم تقارير دائما اليوم العالمي للاعاقه والقصص صحيح. هلا لا صار له يومين يمكن ماري او تماما هو بيضل يعني على فتره يمكن اسبوع دائما بتكون هي المناسبات موجوده. كنت عم اقول لك انه التوحد والغذاء يعني ما بنتخيل يمكن هدول انه للغذاء يكون له دور بهذا المرض. قبل ما نحكي عن التوحد والغذاء خلينا نحكي اليوم عن فكره اليوم الغذاء واهميته بعلاج كثير من الامراض. هلا كل العالم هلا بالعكس انا بلاقي في رابط وثيق جدا بين الغذاء وبين اي مرض، لانه حتى قبل ما يصير هذا المرض عندك يا في اسمه مستقبلات نوعيه للمرض. مين بينشط هذا الموضوع؟ الغذاء الغلط، يعني اذا كان في شيء هي اللي بتحفز هالمستقبل يتفعل. لذلك في اشياء اسمها صارت عنا اسمها التغذيه الوقائيه وفي التغذيه العلاجيه. فهدول الاشياء هي كل ما لو العلم عم يثبت انه حتى العامل الوراثي، يعني هذا المرض ما كنا نشوفه ببلادنا اطلاقا او ما كنا مركزين عليه، بس ما كان بهالاعداد العاليه جدا. لكن هلا كون بالحياه الاجتماعيه تاخر سن زواج الذكر، لانه هلا في دراسه عم تقول انه هذا المرض يعتمد اذا كان عمر الرجل كبير السن وانجب، مو الام، انتبهوا، يعني حتى كل العالم ترفض الانثى بويضاتها انه هي بيصير الولد منغولي اذا تجوزت بال 40 42. هذا المرض في دراسات هلا حاليا عم تربط تاخر نمو او تاخر زواج الذكر بانه يكون حدوث الولد يحدث عنده هذا. يعني مو يعني عم نراعي بالمواضيع لا، لكن قديش في عوامل انت ما بنكون ما لنا منتبهين لها، العامل الوراثي، العامل الغذائي. لكن هذا المرض مرتبط جدا بخلل بجهاز الهضمي، وهذا اللي اكتشفوه عندك اياه وبلشت الحميات اللي مناسبه له. طيب دكتوره خلينا هيك نوضح ولو بمعلومات بسيطه عن التوحد. يعني اليوم انا كيف بقدر ميز اذا هذا الطفل مصاب بمرض التوحد وباي عمر بتلاقي ببلش الاعراض عنده؟ هلا هو وعد تعريفه بالبدايه هو اضطراب النمو العصبي النمائي، يعني هو غير محدد يعني المنشا وين عم يكون الاضطراب بالنمو العصبي ما عم تقدر تحدده العلماء. بيأثر هذا على السلوك الوظيفي، بينعكس على سلوك الطفل خلال فتره التعلم تبعه في خلال فتره بين السنه للخمس سنوات، وقت عم يتعلم اللغه، النطق، الاستيعاب، رده فعله. وقت بتلاحظ الام اضطراب برده سلوك الطفل تبعها من حيث ردات الفعل، من حيث عدم إبداء إشارات بمعالم الوجه تبعه، من حيث إنه هو ما عم يتفاعل مع اسمه. يعني أي أكثر شيء ممكن يلفت نظره للإنسان هو الاسم، يعني حتى إذا انذكر الاسم ما بتلاقي أي تفاعل معين، بتلاقي في اضطراب سلوكي مع أقرانه. على هي بتبلش بقى بدها تستشير شوي طبيب الأطفال تبعه. إذا بلش يعطي حركات وردات فعل الدكتور عنده وياه ويقول له إنه عنده طيف خفيف، طيف ولد اضطراب، بدها تنتبه إنه هذا الأمر موضوع. لكن الإمرأة الذكية بتعرف بتحس على هذا على طفلة من السنة الأولى بعمره، لأنه سبحان الله حتى الطفل بالسنة الأولى عنده لغة تواصل مع أمه. فبتلاقي انه هذا الولد غير مثلا اخوه اللي قبله مثلا او نعم غير اقرانه بهالطريقه هي. نعم. فهو مشكلته في اضطراب بالتواصل، هذا ناشئ عن اضطراب النمو العصبي النمائي عند هذا الطفل. طبعا. فهون بقى بتلاحظ انه في مشكله عند هالولد هذا. دكتوره تعرفنا منك هيك سريعا او ذكرنا ب مرض التوحد، ولكن خلينا نرجع لموضوع الغذاء. الرابط اليوم بين مرض التوحد والغذاء شو السبب؟ هلا وجدوا العلماء انه في مشكله بتكون عندك اياها في عمليه هضم بعض البروتينات، وبعض البروتينات معينه بيصير ما عند بعض الاجهزه الهضميه عند اي اطفال معينه ما له مكتمل.
وقت ما بيكون هذا مكتمل فبتنتشي عندك ياها مواد بتفوت على الدم، هاي ممكن تأثر على النمو النهائي للعصبونات العصبية والتشابكات العصبية عند ما بيصير الولد عم يحاول يعمل هالتشابكات العصبية لتصير عندي مرحلة ترابط اللغة والسلوك وردة السلوك الانفعالي عندي ياها حتى يتواصل مع أي حدا بعالمه الخارجي. هاي المواد بتعمل سموم معينة بنواقل عصبية، هاي تؤدي إلى اضطراب في علم التواصل عند هذا الطفل. لذلك راحوا على الجهاز الهضمي ولقوا إنه نحن إذا عملنا حميناه عن بعض الأكلات المأكولات المعينة وعملنا له كل فترة وفترة لهذا الطفل تنظيم أو تنظيف للكولون تبعه، فبتلاقي الأم ردة فعل متجاوبة مع طفله بشكل أكثر بكثير من الدواء، وحتى نافس العلاج السلوكي رغم إنه العلاج السلوكي بهيك أشياء كثير مهم. القصة اللي بيهمني أمرها إنه أكثر مادة هي هلأ نحن مع علم الغذاء منقول لمريضة لأم مريض التوحد، لأنه هو إنه نهتم عليه إنه في حمية كبيرة جدا وصارمة عن المواد اللي هي بتحتوي على الجلوتينات والكازيين اللي هي موجودة من منتجات القمح ومنتجات الألبان عند ياه والحليب مشتقات الحليب. هيدول المواد إذا كان عند الطفل استعداد وراثي لعدم هضمهم كليا بتتشكل مواد سامة هي اللي بتسبب هاي الأمراض وأطياف التوحد على عدة أنواع. لذلك فبنقول أول حمية أو مبدأ للغذاء بهذا الطفل إنه نعمل له حمية خاصة بشيء اسمه حمية الجلوتين أو حمية شبيهة بحمية الناس اللي عندها مشاكل سوء امتصاص. هي رقم واحد. رقم اثنين، العالم اللي ما بتعرف شوي هلا كمان في دراسة في بعض المواد المركبات ببعض الحمضيات إذا إجت ليلا كمان بتنشط له هذا المرض. ونحن قديش بنعرف قديش الفواكه مهمة والقصص هي، نحن ما بنقول عدم الإكسار من مواد مواد موجودة مثل البرتقال التفاح اللي هي ما بنياها ليلا لهذا الطفل، لأنه هي المواد غنية بمركبات عندي إياها معينة هي بتنشط عندي إياها هالنواقل السامة اللي تجي على جسم، رغم إنه ما حدا بيقيم من أرض هالمعلومة، لكن هي الأشياء كلياتنا بنعرف قديش التفاح والبرتقال هامين لأي إنسان طبيعي. دكتور عفوا قلتي ليلى، نحن بنعرف رشا الأطفال بيناموا بكير ايمت يعني بينتهي انه ما تطعمي الام طفلها؟ هلا هي مو حمية نهائية مثل الجلوتين والكازيين، لكن في حوامض معينة بالحمضيات تماما بتنشط هذا الانسان عندي سلوك معين دون سلوك اخر. هلا هي في دراسات حديثة هي امتى ليلا يعني بنبلش عند 6 مساء. ستة مساء ستة المساء بيقولوا لك انه خالص يعني. هلا هي وعدم الاكسار منها صباحا لانه هي مو مواد صح لمريض التوحد. هلا الشيء اللي بيهمني كمان امره المعلومة الجديدة اللي بيهمنا امره إنه الموز مادة رائعة جدا لمريض التوحد، لأنه أكثر مكمل غذائي بيفيد مريض التوحد هو فيتامين بي 6. فهذا القصة رغم إنه هي هذا فواكه وهذا فواكه، لكن تفصيل العلم بشوي ببعض التفاصيل وبشوي معرفتنا بثقافة عالية جدا بتلاقي مين المفيد لها، ليش أحيانا وقت عم تاخذ تعطي هل وهي تشملهم بشكل عام، ليش عم تلاقي إنه مرة أحيانا جدا انتصار هذا الولد وساوى تصرفات غير منطقية ويوم بيكون هديان وما أحلى. لمعلوماتكم إنه مريض التوحد أحيانا ممكن بعض أنواع مرض التوحد يكون أطفالهم شديدين الذكاء بشكل رهيب لأنهم عايشين بعالم آخر أكبر منهم. نعم، لكن هن بفكرة تواصلهم مع الآخر في خلال، فممكن يكون الحكم الآنسة المدرسة إذا ما كانت واعية ما كان الأهل واعيين يصنفوه من الناس المصنفة غبية إن ما عم تعرف تحصل دراسيا، لأنه هن كل فكرتهم أنه عندك أنه هذا الإنسان بيصنفوه حسب تحصيله الدراسي أو حسب ذكائه الاجتماعي، وهن بيكونوا عندهم خلل بذكاء اجتماعي لكن هن عندهم ذكاء شديد بمكان آخر. تمام. هلا ذكرتي الموز، خلينا هيك نسمي بالمسميات، شو هي الاكلات المسموحه والاغذيه اللي حتفيد هذا الطفل؟ اهم مكملات برجع بقول الفيتامين بي 6 عندنا الموز هو سيده عندي اياها، والنقطه الثانيه احماض الاوميجا، ماكولات السمك كلها رائعه لمرضى التوحد. شو اللي بيعود عن السمك؟ احيانا طفلك بيقول لك انا ما بحبه. البيض الفكرة الأساسية، البيض رائع جدا لمريض التوحد، لكن القصة إنه إذا كانت الأم ذكية بمواضيعها وهيك، على فكرة اللحوم جيدة لمريض التوحد، لكن ما تكون عندي إياها المعلبة والمصنعة، لأنه أي معلبات أي هي فاتت نترات الصوديوم على الدم تبعه جدا صارت له هوجان الاضطراب السلوكي تبعه. الفكرة اللي بيهمني أمرها إنه حميته هو خاصة نوعا ما، لكن الأم كتير بترتاح لأنه مريض التوحد هو سبحان الله يعني مثل ما بيقولوا امتحان لأهله،
يعني بتشوفي ام مريض التوحد ان هي هالانسانه يعني مثل ما بيقولوا بتنزل لها الشابو، لانه نحن وقت بنفوت عنا على عياداتنا ونشوف مريض التوحد قديش بيكون بعالم اخر وبينكش وبيقيم وبيحط، ونحن ما بنقدر نتحمل ساعه صحيح. من عشوائية حركاته قديش هالإنسانة رائعة صبورة وهي خلص سخرت حياتها لهالإنسان. تمام دكتورة، خلينا بس هيك بالوقت المتبقي نستغل وجودك معنا نقدم نصائح اليوم بما يخص الغذاء ومرض التوحد، قديش نسبة الشفاء، مين الأشخاص اللي يعني من أطفال التوحد ما بيمشي معهم، لو سريعا مرق بالضبط. هلا اول شيء مرض التوحد له انواع وله طيوف متنوعه، ومرض التوحد قابل للشفاء، يعني بتلاقي الام بعد فتره معينه اذا صبرت على ابنها وهالقصص هي وبعملوا مع علمانيه تنظيف للامعاء عنده كل شهر لو اسبوع، بتلاقي الولد صار تشابك بعصبوناته. جماليه هذا المرض في حال نحن اتبعنا حميه صح وبلشنا نتعاون مع ناس تخصصيه بهالقصه، العصبون بتشابك بحيث اني انا بركز على السلوك وعلى اكل معين، فهذا الانسان اذا بلشت امه تنظف له جهازه الهضمي بالشهر لو مره وبلشت تشابكت العصبونات، متى ما تشابكت خلاص الولد حيصير طبيعي واموره كلها منيحه. الشيء الاهم من هذا الحكي انه يكون كمان اي انسان اصيب بالتوحد وتعافى بده كمان يحمي ذريته من هذا الموضوع، ففي شغلات كثير وقائيه بعلم الغذاء نحن بنحكي عليها ان شاء الله بحلقات جايه، هي كثير بتحسن الجينات النوعيه حتى ما ينتشر هذا المرض بعده اطيافه. تمام، هو بحر يعني، وكثير مهم انه نحن بكل المره دائما معلومات مهمه عن هذا المرض. شكرا كثير لك دكتور ثواب غبره لكل المعلومات القيمه اللي قدمتها. يعني شكرا يا سلام.